طبعا اغلبنا عارف ان شاهناز المطربة طبعا كانت محجبة لفترة طويلة جدا، وكانت اعتزلت الغنى لفترة برضو طويلة جدا، لكن عملت حفلة امبارح طبعا بعد لما رجعت للغنى تاني، وبعد كمان لما خلعت الحجاب. لكن الغريب واللي كان ملفت لاغلب الناس اللي شافت شاهناز انها كانت لابسة لبس جريء شوية، على حسب كلام المتابعين وعلى حسب فعلا اللبس اللي هي كانت لابساه، واضح جدا ان هو جريء شويه وانه مختلف تماما او عكس تماما الحجاب اللي هي كانت لابساه. يعني ممكن بنت تخلع الحجاب بس تكون لابسه لبس برضه كويس، لكن شاهناز كان الموضوع مختلف تماما زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده. وطبعا ده عرضها لانتقاد كبير من متابعيها ومحبيها ومن رواد السوشيال ميديا عموما. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.